السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد طريقة تتبيل الدجاج بالطريقة الروسية. هنحتاج إن شاء الله شوية زعتر، هذه القشطة الطرية الحامضة، شوية الحرور، الملح، الكركم، التحميرة، الخرقوم، هذا السكنجبير، ملعقة صغيرة العسل، شوية الزيت، عندنا هذا البصلة مجففة والثومة مجففة، هذا الصويا، هي الصوجة. نبداو على بركة الله، ناخدو هذا الصحن ديالنا، نضيفو شوية على حسب كل واحد والكمية اللي تيبغي، وهذا النسمة اللي تيبغي. انا ندير تقريبا ملعقة تلجوج معالق ديال القشطة الطرية الحامضة، غندير ملعقة صغيرة ديال العسل باش العسل تعطي هذاك اللون الذهبي، تعطي حتى النكهة، تعطي طاق. ندير شوية الحرور، شوية ندير مليحة، ندير خرقوم اللي هو الكركم، عندنا هنا تحميرة حلوة، ندير سكنجبير، سكنجبير سنكونوا من قبل هذا فلحنا هذا الدجاج، شدينا وغسلنا وفلحنا باش تدخل فيه اللقامة. هنا لاموطار ملعقة صغيرة، الصويا اللي هي الصوجة تقريبا على حساب كل واحد، و كاين اللي متيبغيهاش كاين اللي تيبغيها، وشوية الزيت مقلية، بصلة مجففة، عندي فقط ملعقة صغيرة البصلة، نحاول ما أمكن نخلط الخليط ديالنا تينسجم كله. بسم الله نخلطو هاد الوصفة، خاصة تبات على الأقل ليلة كاملة. أنا ليلة كاملة نديرها في الثلاجة حتى الغدا إن شاء الله. هكذا شوف كتبان ليكم، هكذا خاصة تكون. غندير لها بابي سولفيغيزي ونخليها ليلة كاملة. ها هو الدجاج ديالنا من بعد ما بيتناه ليلة كاملة كلها في هذا في الثلاجة، غنديروه في الشوايه وانتوما معايا. ها هو الدجاج ديالنا، درناه فوق هذا الفحم، انتوما معايا مره نبقاو نقلبوه حتى يتشوى لينا انتوما معايا. ها هو الدجاج ديالنا قريب يكون جاهز، تنبقاو مره نقلبوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو الطبق النهائي ديالنا ديال الدجاج، قدمته هكذا مع سلطة. الصحة والراحة وللقاء إن شاء الله في وصفة ثانية.